السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ فيديو تعليق خفيف ظريف كما العادة. من نهار خرج اليسار من رحم حزب الاستقلال من الستينات حتى الأواخر التسعينات من القرن اللي فات، وهدف هذه المعارضة اليسارية ماشي توصل لتسيير الحكومة عن طريق الفوز بالانتخابات كما هو هدف كل معارضة سياسية عندها برامج سياسية اقتصادية واجتماعية، بل كان الهدف ديالها إسقاط كاع النظام السياسي في المغرب. وحيت الحسن الثاني كان هو الرمز ديال هذاك النظام، فإسقاط هذا النظام كان لابد يمر عبر إسقاط الحسن الثاني. داروا اللي في جهدهم والمستحيل، وطلبوا مساعدة الأصدقاء والأهداء باش يتفكوا من نظام حكم كان في النظر ديالهم نظام رجعي متخلف، ويجلسوا هما بلاصتو، يقضيوا على نظام مستقل مستمر لهذه قرون، ويعوضوه بنظام كوبي كولي من المشرق، ناصري بعتي عروبي، وكون غير كان نظام ديمقراطي، نظام فقط بلابلي ديال الشعارات، كان غيولي فيه المغرب مجرد تابع له. داكشي علاش اعتبر الحسن الثاني ان التصدي لهذه المعارضة اليسارية تدخل في إطار الدفاع الشرعي من أجل البقاء والحفاظ على الهوية المغربية بالإسلام ديالها الوسطي. الصراع بين الحسن الثاني والمعارضة تحول لعنف وعنف مضاد، دخل البلاد في دوامة عنف حتى تسمات هذه الفترة بسنوات الرصاص. هذا الصراع اللي قديم وبدأ من قبل الاستقلال، بعد الهزيمة ديال فرنسا في الحرب العالمية الثانية والدمار اللي خلى ليها، فرنسا ما بقتش عندها القدرة تحمل المقاومة اللي بدات كتشعل ليها في قاع مستعمراتها، خصوصا في شمال إفريقيا للسلاح والتي جيها أغوغو من الشرق والغرب، وكذلك بسبب رغبة أمريكان القوة العالمية الجديدة باش تسالي حقبة الاستعمار المباشر وتدخل هي بلاصتو بشكل غير مباشر. داكشي علاش فرنسا غتبدا ترتب الأوراق ديالها للمرحلة الجاية، واللي الهدف الأول فيها كان أنها تخلص من الملكية في المغرب، ويكون بطريقة تبان أن المغاربة هما اللي تخلصوا منها، خصوصا بعد ما محمد الخامس بدا كيتواصل مع أمريكان ديريكت بالأخبارها وشوارها، وكذلك بعد ما أعلن الدعم ديالو للمقاومة. النقطة اللي فيضت الكاس كانت رفض محمد الخامس توقيع على بروتوكول صيفطاتو ليه فرنسا مع واحد الضابط ديالها، بروتوكول كان فيه أن السلطان كيتبرأ من المقاومة، لكن محمد الخامس بعد ما قراه وبلاص ما يحط عليه الخاتم الملكي كتب فيه عبارة صار على البال، قال لهم بطريقة ملكية أنه ما عطاش الموافقة على هذا البروتوكول لكن قراه. تم المقيم العام الفرنسي غيعرف أنه إلا بغى يمرر القرارات دياله في المستقبل خاصو يتخلص من محمد الخامس، خصوصا بعد ما وصل معاه للباب المسدود ورفض ليه الإصلاحات السياسية واللي كان الغرض ديال فرنسا منها يحيدوا ليه الصلاحيات دياله ويعطيوها لمجلس حكومي خاص هما يعينوه، يعني يردوه ملك صوري. حيت حسب المعاهدة ديال الحماية بين المغرب وفرنسا كان محمد الخامس تيسني على المقترحات والقوانين الفرنسية، لكن غير هو بوحده اللي تيحتفظ لراسو بحق إصدار الضهائر وتنظيم القوانين اللي كتتعلق بالمغاربة. الصحافة الفرنسية في ذاك الوقت كانت كتكتب باللي الأعداد ديال الفرنسيين في المغرب والتي يسمح باش يسيروا هذوك الفرنسيين المغرب بحال اللي تيديروا في الجزائر، لكن المشكل أن في المغرب حماية عكس الجزائر كان فيها استعمار، فرنسا خاصة ترجع ديما للسلطان في بعض القرارات، وكان ديما تيدير ليها العصا في الرويضة. داكشي علاش فكرت دير ليه خطة الانزلاق الأرضي من مراكش. فرنسا قدرت طمع أعيان مراكش والممثلين ديال النواحي ديالها من صحاب القلاوي، وعطتهم وعود باش تعين ولادهم اللي كانوا تيقراو في فرنسا، تعينهم في مناصب حكومية في الحكومة الجديدة واللي غديرها مباشرة بعد إعفاء محمد الخامس. أعيان مراكش اللي كانوا بغاو يزرعوا ولادهم في حكم البلاد قبل ما يزربوا عليهم أعيان فاس ويزرعوا ولادهم في إطار تنافس تقليدي على الحكم بين مراكش وفاس، واللي ربحوا فيه في الأخر في فاسة، وهذا الشيء راه عادي في هذاك الوقت. الباشا القلاوي خلى حتى القضاة اللي كانوا تحت يديه يسنيو على هذيك العريضة، الوحيدين اللي رفضوا كانوا هما العلماء.
فرنسا ما كانتش قالت لهم البلان اللي كانت بغا دير مع محمد الخامس، لكن كانت طمعتهم مزيان، طمعتهم إداريا وماديا، خلات الأعيان يزيدوا 20 قايد واحد آخر من صحابهم حتى هما في اللائحة. في ذاك الوقت غتشد المقاومة وغتزاد العمليات الفدائية ضد الفرنسيين والمصالح ديالهم. خلات فرنسا ما بقاتش كتشوف المقيم العام ديالها في المغرب بعين الرضا، وحتى هو فهم باللي غادي يطيروه من بلاصتو بعد ما فشل في تحقيق أهداف باريس اللي سطراتها ليه، وشاف أن سبب هذا الفشل كان هو محمد الخامس. داكشي علاش قام بإغراء الأعيان، والأعيان جيشات القبائل اللي دايرة في الفلك ديالها، ومشاو الرباط، مشاو في نفس الوقت اللي كان فيه ضابط فرنسي في القصر تيعطي واحد البروتوكول لمحمد الخامس فيه تقزيم الحركة الوطنية وتقييد العمل الحزبي في المغرب يسني عليه، باش في حالة إلى ما وقعش يدوزوا معاه الخطة تستاج الوحش اللي هو النفي ويجروا عليه من المغرب. وفي التاريخ أي زعيم كيتنفى من المستعمر وإلا خاصك تعرف باللي كان ضده ومعدبه، بحال محمد الخامس ولا عبد الكريم الخطابي ولا حتى نيلسون مانديلا. مهندس بلان النفي كان هو الجنرال غيوم اللي لقى محمد الخامس راك براسه ومتمسك بالاتصال بالحركة الوطنية وما بغاش يصدر شي قرار يتبرى منها، وحتى هادوك المظاهرات اللي دارت القبائل الصناعية اللي كانت غير أدوات في يد أعوان فرنسا فشلات وما عطاتش الأكل ديالها. داكشي علاش هاد الجنرال ولا تفكر تفكير الحروب، لابد يجري على محمد الخامس باش يدوز الحركة المقاومة يدقدقها بحال اللي دارت فرنسا في الجزائر. لكن مادام محمد الخامس ما تبرش منها ما عندوش بزاف ديال الحلول بفضل استفادتها من دعم ولوجيستيك المخزن بالتخبية. 20 غش 1953، الرباط مقلوبة في الدنيا وإنزال كبير للبوليس. الرباطيين ما عرفوش باش تبلاو، كل شي عارف باللي شي حادث غير مسبوق غيوقع، لكن شنو هو الله أعلم. بعد ما قطعوا تليفون على المدينة غادي يحاصروا القصر وينتشروا على طول الطريق من القصر للمطار باش يمنعوا ولا يفشلوا أي محاولة تجمع، وقوة مسلحة من الجيش الفرنسي كيتقدمهم ضابط غيدخل القصر ويطلب لقاء السلطان، غير غيشوفوا غيجبد ورقة ويقرأ عليه القرار اللي كان موقع من أعلى سلطة ديال الإقامة العامة الفرنسية، بحال داكشي ديال الأفلام الأمريكية من تيشد البوليس شي مجرم. قالوا ليه خاصك تمشي معانا دابا، زربوا عليه وما عطاوش الوقت حتى يجمع غراضه، حيت الطيارة العسكرية اللي كان الموتور ديالها خدام كتسنى تهزو وتهرب به قبل ما ينتشر الخبر. لكن رغم الحصار والتكتم الشديد الخبر غتنتشر بالزربة، حيت فاش قطعوا التليفون على الرباط ما قطعوش على كل شيء، قطعوا غير التواصل بين المدن وعلى بعض المنازل ديال السياسيين، وواحد الأميرة اللي صيفط عليها باها باش تجي تمشي معاه التليفون ديال دارها كان خدام، غتصل بصاحبتها باش تتواد معها، وصاحبتها غتصل بصاحبتها وغتديع الخبر في كاع الرباط في دقائق معدودة. غير غيخرجوا محمد الخامس من القصر، فرنسا غدير أول حاجة تيدير المستعمر ملي يدخل شي بلاد، تقلب على الكتوبة النفيسة والمخطوطات والمحتويات النادرة، تسرقها باش تسرقوا لك التاريخ ديال البلاد. بعد ما ركب محمد الخامس في الطيارة العسكرية وشد طريقها الكورسيكا، أولى نشرات أخبار جهاز الراديو اللي كانت الأمواج ديالو كتبت من الرباط لباقي المدن، غدي خبر رحيل السلطان محمد الخامس. قدمت هذا الخبر بحال شي إعلان غادي يفرح المغاربة، استجبت فيه الإقامة العامة الفرنسية المطلب الشعبي. لكن فرنسا غتصدم فاش كاع الناس غتخرج للزنقة من ديورها في المدن والقرى والمدن الصغيرة، عمروا الساحات العامة والجوامع، كل شي كان تيبكي ويدعي، وهذا حدث عمره كان طرف التاريخ. غيخرجوا في الأول الناس ديال الرباط وسلا، من بعد الدار البيضاء قبل ما تنتقل لكاع مدن وقرى المغرب بعد ما ولا كل شيء الخبر في راسه. الحياة غتوقف في المغرب خصوصا في الدار البيضاء، حيث العمليات الفدائية ديال المقاومة غدا تكسر وغيبقاو ينفذوا الاغتيالات في صفوف الفرنسيين ويخربوا المصالح ديالهم، شبكة التليفون والمحلات ديالهم وغيرهم. هاد الشي رغم محاولات تهدئة وتدخل الأعيان والباشوات وهادوك القياد اللي كانوا طالبوا برحيل محمد الخامس من العرش، لكن الشارع المغربي رفض هذيك الدعوات والقرار وبقى متشبت وتعتبر محمد الخامس بن يوسف ملك شرعي للبلاد، خصوصا بعد ما عرفوا المغاربة أسماء هادوك الأعيان اللي سناوا عارضة المطالبة بالرحيل. هاد الشي اللي زاد السخط الشعبي وخلاهم يخرجوا من أول لحظة غير سمعوا الخبر.
موت محمد الخامس اللي ما عطاوهاش فرصة يتوادع معها غدا توفى، غتموت بالحزن عليه وموتها غيأثر في المغاربة. وكانت الوفاة ديالها بداية تصعيد ديال الخلايا السرية للمقاومة ضد الفرنسيين. محمد الخامس بعد ما نفاو الكورسيكا غادي يخليه فيها شهر، ومن بعد غادي يودروه لمدغشقر باش تحد ما يتواصل معه. شنو غادي يطرى من بعد في المغرب؟ ان شاء الله غادي نشوفوا هذا الشيء في شي حلقه مقبله. دائما المغرب هو الاصل والباقي تقليد. تحياتي.